اول زياره ليا الاسبيتار ومش اول زياره ليا القطر، و دي اول مره ازور فيها مستشفى اسبيتار والمركز التاهيلي. وكان سبب الزياره ليا ان انا حصلت لي اصابه رباط الصليبي الاي سي ال، وجيت لاسبيتار ان انا ابدا فتره التاهيل بتاعتي. سمعت من زملائي وكان في حالات جت هنا قبل كده زملائي وقدم بشكل كويس ورجعت بمستوى افضل، وحبيت ان انا اخد التجربه، لكن لاني عندي ثقه في هذا المركز وفي اسبيتار، وان شاء الله تكون الامور افضل بالنسبه لي الفتره اللي جايه ان شاء الله. كل المرافق طيبة وممتازة وعلى مستوى عالي، ومن الحدث ومن الأجهزة اللي موجودة والخدمات كل شيء على أعلى مستوى، وده يعني ده اللي أنا قابلته أول ولمسته في أول ما جيت لأسبيتار، وتواجدي من الناحية النفسية ده كان شيء مهم جدا اللي أنا أكون موجود. هو انا لسه بنبجي التاهيلي بقاله 3 اسابيع. كان من الحاله الطبيه كشفت العميد الجراحين شافني وبدا عمليه التاهيل مع المتخصصين التاهيل، فتقريبا بقالي 3 اسابيع، ففي برنامج مبدئي في بدايه تاهيلي والامور ماشيه طيبه وان شاء الله نكمل. اكيد اكيد بما تملكوا اسبيتار وتملكوا من امكانيات طبيه واجهزه وخدمات، اكيد طبعا اكيد بوصي زملائي، لان اسبيتار بتمتلك قوه وخبره كبيره جدا وعلى احدث وهي على احدث الامكانيات، فبالتالي اوصي كل زملائي اللي يستعينوا باسبيتار والمسؤولين عنه. انا بقول لجماهيري كل سنه وهم طيبين، واتمنى ان شاء الله ان انا ارجع من افضل، ان شاء الله اكون افضل، وان شاء الله اخلص فتره برنامجي التاهيلي والعلاجي وارجع ان شاء الله بشكل أفضل إن شاء الله، وأنا بشكرهم لإطمانهم عليا.